بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن جرح كبير جدا وجرح غائر جدا في كتير من المجتمعات ومنها مجتمعنا. هذا الجرح هو الأب الغائب. وقبل ما ندخل في هذا الجرح لنستكشفه ونشخص حالته ونطهره ونعالجه، رحب بأخي العزيز اللي افتقدتك الاسبوع اللي فات. يعني انت كنت مع حضرتك معانا، يعني معانا بروح حضرتك. مفتقد الناس اللي هنا وحضرتك والمشاهدين، ونتمنى دايما نلتقي على خير ان شاء الله. على خير ان شاء الله. اهلا بيك يا دكتور. انا متشرف وسعيد جدا جدا بوجودي مع حضرتك. الموضوع بتاع النهارده موضوع تعاني منه كثير من الاسر. يعني الاحصاءات بتقول انه 20% من الأسر بلا أب، أب غائب، غائب فعلا، غائب حسا ومعنا ودورا وكل حاجة، نظرا لظروف العمل وظروف الحياة، فالأب بيضطر أنه هو يسافر. لكن في نسبة كبيرة جدا الأب الغائب الحاضر، ودي ما نقدرش نحسبها لأنها صعب جدا أن احنا نشوف الأب اللي موجود ده في وسط ولاده، وفي نفس الوقت ما هوش قايم بدوره او مش حاسين بيه او دوره مشوه او ناقص او اي حاجه. الاب المهمش اللي همشته الام او الزوجه، او الاب اللي اختار ان هو يبقى على الهامش لوحده، او الاب المطلق او المطلق، او الاب المخلوع، او الاب اللي توفي. كل دي حالات هنحاول النهارده نشوف ازاي نتعامل مع هذه الحالات، وازاي نساعد الأسرة ان تتلافى هذا الأثر قدر الإمكان، ونساعد الأم ان تساعد اولادها قدر الإمكان دون ان تؤذيهم سواء بقصد او بغير قصد. وننبه كل أب موجود او حاضر ان يحضر فعلا ودورا، وان هو يبقى في وعي أبنائه وفي حياتهم وفي تفاصيلهم، لأنه دور الأب لا يمكن أبدا تعويضه. نشوف بقى موضوع دور الأب ده في رأي حضرتك. يعني خلينا بس نقول إن الأب لو يعلم الآباء دورهم في حياة أبنائهم لما تركوا البيوت، وما تركوا القلوب، وما تركوا المشاركة، وما تركوا الرعاية. أنا بقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، إن دي كرامة من الله. يعني دي كرامة من الله، أن الله سبحانه وتعالى أكرم الآباء بأن يكونوا رعاة، وهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل. ليه طيب؟ لأني كم من الناس، وده تبان قوي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث. فده يبان جدا جدا فضل الله على الإنسان أن يظل حيا حتى بعد انتقاله، بعد موته. وعشان كده الأباء لازم يفهموا أن الكلمة، النظرة، التصرف، الموقف، كله لازم يتغمس في جملة من القيم. لازم يتغمس في الحنان، لازم يتغمس في التركيز، لازم يتغمس في الاتزان، لازم يتغمس كمان في المناسبة. لازم كل حاجة يعملها مناسبة. إذا غاب بقى، وإحنا حضرتك تفضلت وتكلمت عن الأب الحاضر الغائب، إحنا عندنا في أسباب كتيرة لغياب الأباء. حتى أنا عامل كده مصفوفة كده لغياب الأباء، بس أنا أقول شوية أنواع من الغيابات للأباء. في الأب الهارب دوت، اللي هو في الحقيقة زادت عليه المسؤولية فهرب بقى. ممكن يهرب هو، وزي كان دايما بقول في حاجة اسمها الأب الغائب في البيت والأب الغائب عن البيت. ففي أب غائب في البيت إنه موجود، وممكن يكون الهروب برضو هروب جوه البيت، إنه يدخل ويقفل عن نفسه في بعض الأحيان، إنه يخرج من الماتش على الماتش، من المسلسل على المسلسل. دي برضو أشكال من أشكال الهروب، برضو لازم نتكلم عنها.
سواء للاباء او سواء لافراد الاسره، انه يدخل ويغلق على نفسه باب اوضه، وساعات كتيره جدا 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 يسمي دوت نوع من انواع الخلوه، نوع من انواع كذا، بس في الغالب ممكن يكون دوت نوع من انواع الهروب. يبقى في الاب الهارب، في الاب العازب، الاب دوت اللي ما عندوش وعي بمعنى الابوه. ولذلك انا دايما بقول في خمس حاجات احنا ما ينفعش نتصورها ان هي موجوده عندنا بالفطره، منها الابوه. يعني الابوه مكتسبه، يعني الابوه مش شيء بنتولد بيه، الابوه احنا بنشيء بنتعلمه. ولذلك الابوه ممكن الاب يكون موجود ومع ذلك لا يؤدي دوره، لان الدور ده لازم يتعلمه. ففي الاب العازب، زي ما في الزوج العازب في الاب العازب، اب زي ما هو من ساعه ما تزوج وهو ما بيعملش حاجه. في الاب الخائب اللي هو حاسس ان هو خاب امله وما عندوش اي حاجه يعملها، فيحس ان هو ما عندوش حل وخلاص. في الاب العاجز، اب عاجز على انه يعمل اي حاجه مع اولاده. كل دول انواع من الاباء، لكن في اب اسمه الاب المضطر، اللي هو حاسس بان في ظرف اساسي لازم يغيب عنه، في اولاد بيدخلوا جامعات، في عدم قدره على الانفاق فيغيب، اما يغيب بالسفر واحنا اتكلمنا على الزوج المسافر قبل كده، واما يغيب بالافراط في العمل. كل دول بيعملوا ايه بقى؟ اول حاجه بيهددوا ثقه الاولاد بنفسهم. ولذلك إيه اللي حاصل؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بحنانه يحس السيدنا الحسن والحسين بالأمان، فإيه اللي حصل؟ يبقى بيفقدوا الأمان الأولاد وبيفقدوا كمان الثقة بالنفس. لكن في حاجات تانية خطيرة جدا بقى في الناحية الاجتماعية، من أهم الأشياء اللي بتحس بقى الأولاد فيها في الناحية الاجتماعية، إن يحس الأولاد إن هم عندهم فراغ عاطفي. الفراغ العاطفي ده بيعمل إيه؟ يعمل بقى شويه حاجات كتيره. من ضمن الحاجات اللي بتحصل بقى عاطفيا ان يبتدي حاجه انا بسميها ظاهره الاحتواء البديل. ايه الاحتواء البديل؟ ان الاولاد يضطروا يبحثوا عن معاني المسانده الرجوليه خارج الاسره. فهنا لو كانت في بنت اللي بتبحث عن ده بتبقى عندها مشكله، لو كانت بس كمان في كمان اباء بيدفعوا الابناء الى ان هم يلجأوا للأجداد مثلاً والجدات. في بعض الأحيان هم بيتصوروا كده إن الأولاد في أمان، لا الأولاد مش في أمان ولا حاجة. حنان الجدات وحنان الأجداد بيخفف آه، لكن أنا لا أؤمن أبداً في مسألة الأبوة بمسألة الـ 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 البديل. وإن كان طبعاً ده بيقلل الـ الـ الأثر السلبي، لكن لازم نعرف إن الأب بالنسبة للأولاد أمان، سند، مرجعية. كمان الأب مهم جدا جدا في مسألة تعرفهم على العالم. تمام، تعرفهم على العالم بشكل واضح. تمام. طيب خلينا، ده عجبني التقسيمة، الهارب والخائب والعاجز وكمان العازب والعازب، وأضيف ليهم المضطر، أضيف ليهم المغيب، لأنه مهمش. أحيانا يغيب دور الأب بفعل فاعل، صحيح. إنه الأم هي التي همشته أو غيبته أو ركنته على الرف، وهو يكون شخصيته برضو قبل ده إنه هو شخص سلبي اعتمادي، كما صدق إنه لا أحد هيقوم بالأدوار كلها وقال لك خلاص ريح دماغك. أنا عايز أتكلم برضو على الأهمية النفسية للأب ودور الأب من الناحية النفسية في حياة الأولاد وفي حياة البنات. الدور ده لا يمكن حد أبدا يقوم بيه غير الأب للأسف الشديد. بيقال إنه من سن 3-5 سنين الولد محتاج إنه يمشي في رحلة الانتقال من حضن الأم لمعية الأب، لأنه الطفل في الأساس بيبقى مرتبط بأمه، الحمل كان في بطنها والرضاعة في حضنها، فهيبدأ من سن 3 سنين يتحرك ويحتاج يعمل رحلة من الذات الأنثوية عند الأم إلى الذات الذكورية عند الأب. هذه الرحلة مهمة جدا، ولما ما تتمش هيحصل كوارث كبيرة هنقول عليها دلوقتي. إنه محتاج يقترب من الأب، يشوف هذه الذات الذكورية الرجولية كيف يتكلم، كيف يتصرف، كيف يغضب، كيف يلبس، كيف يخرج، كيف يتعامل مع الناس. فهنا
بيحصل حاجة اسمها التوحد أو التماهي مع هذه الذات الذكورية علشان يستدمج كل صفات الرجل والذكر في ذاته، فتتشكل هويته بشكل ذكوري صحيح، يطلع راجل. طيب لو ما حصلش ده يبقى عندنا مشكلة كبيرة قوي، انه لو ظل في احضان الام وظل مرتبط بالام هياخذ الصفات الانثوية من الام، وهنا ندخل في مسألة اضطراب الهوية الجنسية. ساعات ما تبقاش واضحة، ساعات تبقى صفات بس لكن ما يبقاش عنده جنسية مثلية المعروفة بمواصفاتها، لكن ممكن يبقى ايه، يبقى تلاقيه كده ناعم كده او طري او مش عارف ايه، الناس تقول هو ده راجل ولا بنت، ولد ولا بنت، وده راجل ولا ست ولا ايه بالظبط، ما فيش فيه هذه الصفات الذكورية او الرجولية. طيب البنت بقى، هل البنت محتاجة الاب؟ ما هي طبعا في حضن الام خلاص، والام انثى وهتعطيها الصفات الانثوية. لا، طلع برضو ان البنت محتاجة تعمل بروفة مع هذا الكائن المختلف عنها، انها ازاي تعرف تتعامل معاه، ازاي تفهم الذكر او الرجل، لانه في حياتها هتحتاج ده، وازاي زي ما الدكتور عمرو قال كده انها تشبع كمان بالحنان، الشبع العاطفي والارتواء العاطفي من الام ومن الاب. والبنت اللي بنشوفها ملهوفه على علاقات خارج البيت دي بتبقى كتير قوي محرومه من الحنان الذكوري من الاب ومن الاخوات الذكور، فبتبقى ملهوفة جدا على انها تعمل علاقات مع الولاد، وتبدأ ده ساعات من بدري انها عندها حرمان. برضو فكرة الاشباع البديل اللي قالها دكتور عمرو، انه الولد اللي ما بيشبعش من حنان الاب بيبدأ يبحث عن الحنان والحب من ذكور اخرين، هتلاقيه متعلق بالمدرس تعلق مرضي، تلاقيه متعلق بالمدرب السباحة أو الكرة تعلق مرضي، هتلاقيه متعلق بناس كبار أو أصدقاء أكبر سنا تعلق مرضي، ويبدأ التعلق ده وكأنه حب، محتاج حد يحضنه، محتاج حد يطبطب عليه، هو بيقول كده. بعد شوية يتلوث هذا الاحتياج للحب بالدافع الجنسي أو بالرغبات الجنسية، وهنا يدخل في سكة الجنسية المثلية ونبقى في أزمة كبيرة. إذن الأب ليس فقط من يوفر المال للأسرة ومن يعني يشكل السلطة في الأسرة، وإذا كان دول دورين مهمين جدا، ولكن الأب زي ما قال الدكتور عمرو رعاية، سند، دور تربوي مهم جدا، دور نفسي مهم جدا. وبيقال بقى حاجة اسمها جرح الأب، لما الأب يفقد بالوفاة أو بالطلاق أو بالسفر أو بأي نوع أو بالانسحاب من الدور، بيشكل جرح في نفس الولد ونفس البنت، والجرح ده للأسف الشديد بيتبعه اضطرابات نفسية واضطرابات في الشخصية عديدة. ولهذا يعني نفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أن يضيع من يعول. وودت أنا كنت عايز ألتقط من حضرتك الخيط وأتكلم على حضرتك، يعني وضحت بشكل كبير جدا جدا، احنا عندنا النموذج التربوي والحياة الكاملة هي كانت في مدرسة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته مع الزهراء البتول عليها السلام ستنا السيدة فاطمة كان يوضح كيف يتعامل الأب مع ابنتي، فكان يبجلها ويحترمها ويعظمها، لدرجة أن السيدة فاطمة كان لقبها أم أبيها، وهي فكان عندها حالة من حالات الارتواء، بل حالة من حالات الفيض، فهي امتلأت بهذا الشعور فأصبحت عندها فيض، فأنجبت الحكيم سيدنا الحسن والحكيم سيدنا الحسين، فالاثنين عليهما السلام، وإحنا خاصة بنمر كمان بالاحتفال بذكرى سيدنا الحسين. الشاهد من كده ان البنت، وجدنا حاجة غريبة قوي في الاستشارات بتجينا جدا، البنت دايما دايما لو البنت عندها مشكلة في الجواز بيبقى عندها مشكلة في تربية الأب. وساعات كتير جدا هقول لحضراتكم ظواهر الناس ممكن يلاحظوها، في بنات كتيرة تكون محجبة وتخلع الحجاب،
في بنات كتير عندها مشكلة مع في علاقتها مع ربنا، لقينا حاجة غريبة قوي ان البنت اللي عندها مشاكل كتير في العلاقة بينها وبين ربنا بتبقى مصدرها مشكلة في العلاقة بينها وبين أبوها، سواء كان حاضر أو كان غائب. يعني لو كان مثلا فقدته صغيرة وهي عندها مؤمنة بفكرة الأسرة جدا، تفضل تقول طب ليه كده، طب هي لو هو موجود، طب انت ليه بتأمرني بأن أنا أحب حد قاسي بهذه القسوة. الشاهد بقى اللي أنا عايز أقوله هنا إن إحنا في مسألة غياب الأب، إن الغياب الاضطراري يمكن أن نضع له علاجات، لكن الغياب الاختياري هذا هو الأقسى. الناس متصورة أن الغياب الاختياري أخف من الغياب الاضطراري. قصدي بإيه بالغياب الاختياري؟ اللي هو التهميش مثلا، أن يبقى ظل حيطة، ظل راجل ولا ظل حيطة، فهو موجود كده صورة أحسن من مفيش. لا 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 لا، ده وجوده وهو ده بيبقى المبرر الأساسي للانحرافات اللي احنا بنشوفها. فاحنا ما بنحبذ ولا بنساعد على ان يكون الراجل موجود ومهمش، ولا ان هو يكون موجود وغائب. انا بس عايز اقول للاباء وهمس في اذن الاباء قبل ما نحط العلاج، اقول للاب ان ساعه بتقضيها، دي بعض الابحاث اللي انا عملتها، ان ساعه بتقضيها في البعد عن اولادك قد تكلفك للاسف عمرك كله. فمثلا مره جت الاستشاره فتاه كانت بتقول أنا كنت محتاجة لوالدي في الوقت الفلاني، وكان هو مضطر إن هو يشاهد شيء معين، يقعد يتفرج على حاجة معينة، وأنا في الحقيقة كنت لازم أخد قرار كبير في حياتي، فهو كان بالنسبة لي هو الأمل، فللأسف هو سابني وراح اتفرج، وأنا ألحيت عليه قلت له كذا 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 فزعق فيا. فأنا بسألها ايه اكتر ثلاث مشاعر حصلت لك؟ قالت لي شعرت بالخزي والخذلان وان انا عاريه. هقول لها ليه كده؟ قالت لي كان والدي بالنسبه لي هو اللي بيغطيني من الافكار السوداء بتاعتي، هو اللي بيقدر يمنعني. الكلام مليان وجعه. نضيف لانواع الاباء الاب المشفر، وده الغامض ده من الاباء الغامض ده الاب المشفر ده اللي قاعد على السوشيال ميديا طول الوقت فما حدش بيعرف يدخل. طب نعرف بعد الفاصل بقى نعرف بعد الفاصل نخرج الفاصل ونرجع لكم مره تانية. رجعنا لحضراتكم وما زلنا مع غياب الاب، وغياب الاب للاسف في أشياء كثيرة جدا 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 مش هنقدر نحصيها ولا نتكلم عنها في هذه الحلقة فقط، لكن أنا عايز أقول لكم بس هنعمل إيه في البنت اللي بتحس إن هي كل ما بتشوف بنت مع أبوها بتحس إن هي كأنها بتنزف، تحس إن طاقتها بتتسلب، تحس إن هي يا عيني ما عندهاش ظهر، وتحس إن هي بتتوه. دكتور محمد إحنا بس عايزين عشان الوقت ما يجريش مننا، بس الاب المشفر عشان الاب المشفر لازم اكون بنقل الكلام لحضرتك. الاب ده نوع عصري، ده الاب اللي قاعد طول الوقت على السوشيال ميديا او على الانترنت او على الايباد او على التاب او على اي وسيله الكترونيه. الاب ده اصبح خيال في البيت، هما بيشوفوه الاولاد وبقى ليهم اسم جديد كده دلوقتي اسمهم يتامى الانترنت او يتامى السوشيال ميديا ايا كان الاسم. يعني انه الاب موجود لكنه خيال كده، يعني شبح، يجوا يكلموه يزعق لهم يشخط فيهم يضربهم ابعد دلوقتي، لانه ليه بقى؟ لان هو مركز في حاجه على الموبايل وماسك الموبايل. فيه اباء ماسكين الموبايل طول النهار ما بيسيبوهوش خالص، طول ما هو صاحي وفي شويه فوقان فالموبايل واخد عقله واخد وعيه، هو متاخد من الاولاد ومتاخد كمان من الزوجه، دول بيسموهم ارامل الانترنت. طب كانه مات، فهو الاب كانه فعلا مات. مشكله الاباء يا دكتور عمرو اللي هم الحاضر، الاب الحاضر الغائب ده، انه للاسف الشديد بيبقوا الناس فاكرين ان في اب في البيت ده، في اب للاسره دي، فما فيش حد هيدخل يساعد او يدخل يقوم بالدور. ليه؟ لان احنا من الحاجات المؤثره من طرق المعالجه في عند غياب الاب، يعني في الاسر النوويه اللي هي الاسره الصغيره اللي عايشه في شقه دي،
مفيش لا الجد ولا العم ولا اي خال. ولا الخال ولا اي حد خالص. فلما بيغيب الاب مفيش حد بيحل محله. ايام ما كانت الاسره ممتده، يمكن حضرتك ذكرت الجد ودوره وان هو مش هيعوض دور الاب، انا معاك. انا قلت بيخفف بس ما بيعوضش، يخفف بس ما يعوضش، بالظبط كده. ليه بقى؟ لان احنا ساعات لما يكون الغياب الاب اضطراري او الاب عاجز لازم يجيب مصدر رجولي اخر يقوم بهذا، او مفيش فيه امل، فخلاص هنعمل ايه؟ فبنجيب يعني رمز رجولي اخر بالزبط. من اقرب حد في العيله، ويبقى احسنهم الجد. الحقيقه طبعا لو الجد مش موجود يبقى العم او الخال. بس في امهات بقى بيعملوا ايه؟ تقول لك لا انا ما بسمحش لاي حد يبقى له علاقه بولادي. فابوهم غايب ما تسمحش العم انه يكلمه، ما هو ده اثر اجتماعي، ولا الجد انه يكلمه. ما هو ده اثر اجتماعي سيء على المراه، لان هي اللي بيحصل ايه؟ ان بيزداد الاعباء عليها، ومع الوقت بتستهلك لما بتقوم بدور الاب والام في نفس الوقت. بتقوم بالدورين، تتشوه وتتحول من ام طيبه وانثى الى ام ناقده وسلطويه وخشنه عنيفه، فتفقد دورها الامومي. صح. وتبقى حاجه كده كائن مشوه، لا هي ام ولا هي اب، هي خليط من الاثنين، عشان تقدر تحافظ على تماسك الاسره، وبالذات لو الولاد صبيان وبقوا في سن المراهقه، فهنا بتتشوه هذه التركيبه. ده حتى مع وجود الاب في خناقه اساسيه مع الام، مع الطفل المراهق، مع الابن المراهق، اللي هي فكره ان هو عايز يستقل وهي شايفاه لسه طفل، فبتبقى الخناقه دي. فاذا كان مع غياب الاب بتبقى الدنيا بقى منفجره ما بين الاب وما بين الام والبنت. بدات يا دكتور عمرو. يلا اتفضل. معانا نور من القاهره. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. انا عايزه اقول يعني ايه اللي حضرتك نسيت؟ الاب او الزوج الذي لا يرضى ولا يعرف الرضا، دي كده تتحط في مربع لوحدها. وبعدين عايزه اقول لحضرتك بالنسبه للاطفال، اي طلاق بيتم ما بيتمش بين يوم وليله حضرتك. بيبقى في قبليه مرحله طلاق صامت. ليه مش بيهيئوا اولادهم للمرحله دي؟ انت اوكي اتفقتوا، بيهيئوا الاولاد على المرحله دي، يعني ان الاب مش هيكون موجود، وهو ما بيطلقش الام بس، ده بيطلق للاسف اولادها معاها. الحاجه الثانيه حضرتك بالنسبه للادوار، الزوجه الادوار متلخبطه، المجتمع الادوار متلخبطه. الست خدت دور الزوج والزوج سلم لاسباب كثيره اجتماعيه، وهو شخصيته كده، فده لخبط البيت طبعا بدون شك، لخبط البيت. وبعدين الاعتماد الكلي على الزوجه برضه ده بيتعبها نفسيا وما بتقدرش تتكلم، وده ما حضرتك بتقول ايه؟ تراكم النكد الزوجي. ده بقى في حاجات كثيره بتترسب في النفس وفي النفسيه، وبيكون في النهايه الانفجار. يعني قبل كلمه الفطار على كلمه النهايه في مقدمات اصلا من قبلها بسنين، ان تمام. هي مش عايزاه وهو مش عاوزها. سؤالك ايه؟ سؤالك يا استاذه نور، عايزه اقول يعني ليه الاب والام ما بيتفقوش بالراحه كده، ومش عيب يعني نفس يبقى عندنا احترام عند الاختلاف، يقعدوا مع اولادهم، احنا مش يعني بابا هيبعد شويه، اي حاجه اي اسلوب، بحيث تمام. الولد يبقى سليم نفسيا او البنت سليمه نفسيا. هنجاوب على حضرتك. تمام، شكرا لحضرتك وهنجاوب. هي بتفتح الحقيقه نقط مهمه جدا، انه الطلاق العاطفي اللي بيسبق الطلاق الحقيقي دي مرحله صامته، ساعات بتبقى شهور وساعات بتبقى سنين، والاولاد بيبقوا عايشين في حرب بارده ما بين الاب والام، وبيعانوا من هذه العلاقه المريضه. لكن هو للاسف دي بتطول. ليه؟ لانه الناس بيبقى عندها امل انه ممكن ينصرح الحال. صحيح. بتتم محاولات للاصلاح بينهم، لانه برضو الطلاق زي الانفجار النووي، مش عايزينه يحصل بالسهوله دي، مش مجرد ان هم زعلوا من بعض فخلاص هنطلق. بس للاسف هذه الفتره من الطلاق العاطفي بيبقى لها تاثير سام جدا طبعا على الـ الـ الاولاد. أنا هي بتطرح فكره انه ازاي الاب والام لما يبقوا عارفين ان هم خلاص هيتطلقوا يهيئوا الاولاد. دي اول نقطه. معلش انا هعلق برضو على النقطه الثانيه واسيب لحضرتك بقى تكمله التعليق. الادوار المتلخبطه دي حتى للناس اللي مش متطلقين طبعا، انه في بيوت كتير دلوقتي بقت بتدار بواسطه الام. الاب ممكن يبقى غايب او حتى حاضر، بس الام هي صاحبه الراي والمشوره والقرارات وكل حاجه. ده للاسف الشديد بيعمل خلل في نفسيه
الاولاد والبنات ان هم يتعودوا ان القرار من امراه. فالولد لما يجي يتجوز بيبقى منتظر ان زوجته هي اللي تاخد القرارات وهي اللي تعمل كل حاجه وهي اللي تشيل المسؤوليات والحاجات دي. تتشوه البنت برضو ما بتتجوز بتحاول تفرض على زوجها انها صاحبه القرار لانها شافت هذا الدور المقلوب. سميه الدور المقلوب. فدي بتبقى مشكله كبيره. وقلب الادوار ده للاسف في كثير من البيوت. هو حصل تغيير يا دكتور عمرو له روافد كتير قوي انه المراه اصبحت اكثر قوه وقدره ومسؤوليه وربما اكثر من كده. والرجل اصبح دوره يضعف ويبهت وربما يتلاشى. حضرتك يعني عارف ان انا عندي دعوه ان كبيرة يعني. انت حضرتك عارف ان انا عندي دعوه ان احنا عايزين الست تفضل ست والراجل يبقى يفضل راجل. وليس معنى هذا ان المراه لا تقوم بادوارها، بل تقوم بادوارها من ان هي تتعلم وتعلم وتشتغل وتعمل كل الادوار، بس لازم تفضل ست. يعني الراجل في لحظه من اللحظات بيحس ان هو بيتعامل مع زميله في الشغل، لان هي بتنتقل بنفسيه العمل الى نفسيه البيت، وهي بتبقى معذوره ان في نفس الوقت بيطلب منها كل حاجه، فهتعمل كل حاجه ازاي وهي في نفس الوقت محتاج ان هي تحافظ على انوثتها. فلازم انا بقول ان احنا هاجم علينا اختلال الادوار من غير ما نكون مستعدين، من غير ما نتاهل. ولذلك انا حتى في برامج المكملين على الزواج بروح بناقش دي وبعمل شويه تمارين وبعمل شويه مهارات عشان نقدر نتعامل مع ده. ازاي المراه كل يوم تبقى مجدده لانوثتها ومجدده والرجل يساعدها في ذلك، وازاي الرجل كل يوم يمارس مساله مش السلطه، يمارس مساله المسؤوليه بالاحتواء وبالرعايه وبالاحتضان ويكون صدر واسع عشان يحسوا بوجوده. فتحس المراه ان هي ما زالت منعمه وما زالت كريمه وما زالت كل ده مهم جدا جدا. بس انا خليني اقول في كلام الاستاذه نور، في عندنا طلاق في الاسلام اسمه طلاق الفضل. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني عند الطلاق احنا اسمه التسريح باحسان. ولذلك الطلاق ما ينفعش واحنا بنطلق. هي المشكله ان احنا محتاجين برامج لتاهيل الناس على طلاق الفضل. طلاق الفضل ده محتاج ان كل واحد فينا مش يمسك سكينه ويقطع حقه بما يجعله ياخد رقبه ولا جزء من المطلق. لا، احنا عايزين كل واحد فينا وهو بيطلق يترك فضلا لكي يحافظ على امن اولاده، يحافظ على علاقه يمكن ان تستدام في كثير من الخير. فاحنا لازم وعندنا برامج احنا بنشتغل عليها، برامج تسمى طلاق الفضل. طلاق الفضل للناس ازاي تطلق وتطلق باحسان، وده شيء مهم جدا جدا جدا. عندنا معانا تيسير. اتفضل استاذ تيسير. اتفضل يا تيسير. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ بخير الحمد لله. ازاي حضرتك؟ الحمد لله، والله في نعمه الحمد لله. نعمه وفضل الحمد لله. اتفضلي. والله البرنامج بتاعك الحلقه بتاعتكم النهارده اقسم بالله بتتكلم عليا بالظبط. طيب اتفضلي. انا جوزي مسيبني بقاله 6 سنين دلوقتي، وانا بصرف على العيال. معايا بنتين توأم عندهم 8 سنين وابني عنده 25 سنه، مش بعرف اتعامل معاه نهائي. الولد نفسه الولد اللي مش الولد اللي مش بتعرف تتعاملي معاه ابدا. يعني كل ما اجي اكلمه عشان مصلحته واعمل لك اعمل بيتك يا ابني واعمل مستقبل يقول لي شكرا. ده من دلوقتي ولا من زمان؟ انا بقالي 6 سنين دلوقتي. لا، الولد مش عارف اتعامل معاه من دلوقتي ولا من زمان؟ من زمان، من ايام انا وابوهم طول عمرنا كده. يعني انا اتحملت مسؤوليه العيال، معايا 4 عيال دلوقتي، حملت المسؤوليه واشتغلت في كل حاجه. والاب فين؟ الاب انا قاعده دلوقتي في الدور الثاني مع البنتين التوأم والولا، والبنت اتجوزت كانت متطلقه واتجوزت الثاني. والاب فين؟ مسافر ولا فين؟ لا، في الدور الارضي، قاعد مع امه تحت في الدور الارضي. انا 6 سنين النهارده. ما يعني عند امه ما يطلعش خالص عندكم بقاله 6 سنين. حتى بنت اللي كانت متطلقه جاي لها عريس قال لهم انا حالف ما اطلعش فوق، وما رضاش يطلع. يعني خلى الناس اللي جايين اتفقوا عشان يتجوزوا بنته خلاهم قاعدين تحت لما قروا الفاتحه. ايوه.
هل في خلاف صعب قوي كده اضطروا ان هو يقعد ويسيب البيت الست سنين دي؟ هو ام عودته اللي هو ما تحملش مسؤوليه. يعني في حضن امه على طول زي ما حضرتك توقعت. زي ما توقعت. طيب يبقى امه بقى تصرف علينا وتقول لي ما تزعليش، ما تخليش، خليه يطلع يشتغل يا بنتي عشان يصرف على عياله ويتحمل مسؤوليه. تقولي لا سيبيه قدامك كده، هو تجبني ابنها لها ابن كبير. هو واحده ولا ايه؟ لا كان لها ابن كبير الله يرحمه مات وتوفى. وده الوحيد اللي باقي لها بقى. لا معاها والله ولد تاني واكبر منه ومعاها بنتين تانيين. بس هي عايزه اشمعنى ده ماسكه في ده ليه بالذات؟ هو ده اللي ساكن معاها؟ ايوه احنا ساكنين معاها في البيت مع حماتي. تمام دي طيب. حاله مهمه جدا. طيب ايه سؤالك يا تيسير؟ انا مش عارفه اتعامل مع ابني ازاي. انا مع ابنك انا مش دلوقتي ابنك. ايوه مشكله مع ابني دلوقتي، بقول له كل ما اجي اكلم اقول انت بتشطر عليا. له خال او جد ممكن يساعدك شويه في مفيش. ما حدش يقول لك انا ما ابوه ما هوش قادر له، احنا نقدر له. يعني هما كمان العيله تخلوا الخال، ما كل الناس بتخليه عني انا لوحدي. هو دلوقتي سنه 25 سنه، ما خطبش ولا اتجوز؟ ما خطبش ولا اتجوز ولا اتجوز ولا عمل. عندي حته انا ساكنه البيت، اوضه اوضه وحمام ومطبخ. بيشتغل ولا ما اشتغلش؟ هو متعلم بيشتغل في بلاط الإشاني، بيشتغل معلم في البلاط الإشاني، بس يوم يشتغل وعشرين يوم يقعد، ويوم ومرة يروح يشتغل في مغسلة، مرة يروح يشتغل في معصرة، وأجي أكلمه يزعق لي وبهدلني وما يرضاش. طيب يعني أنا اقتراحي إن أنت ما تبقيش في مواجهة معاه على طول. هو دلوقتي كبر عنده 25 سنة وبيشتغل، حتى لو بيشتغل متقطع حاولي قدر الإمكان إنك خلاص تخليه بقى هو يعتمد على نفسه. ليه بقى؟ احنا مش عايزين نكرر الخطأ اللي حصل مع ابوه وامه. خدته في حضنها وقالت له ما تشتغلش ولا حاجة، انت بس يكفيني انك انت قاعد كده جنبي، وحتى ما تطلعش لمراتك ولا اولادك. فبرضو لو انت مسكتي في ابنك وكلبشتي فيه برضو هيطلع نفس الحكاية، هيطلع برضو معتمد عليكي وعايز يبقى في حضنك وما يشتغلش او يشتغل مقطع او حاجة. انا رأيي انك اديله فرصة ان هو يستقل. لازم يتفطم. يتفطم ويستقل عنك، وانت تقعدي بقى تتفرغي للبنت اللي لسه متبقيه او احفادك اللي هيجوا من البنت اللي اتجوزت، وما تكلبشيش فيه كتير، وسيبيه هو بقى يواجه الحياه ويعاني لما يعمل حاجه غلط او يعاني لما يقعد ما يشتغلش. ما تبقيش حاسه بالمسؤوليه الزايده قوي عن انك انت تظبطي له حياته. هو عنده مشكله لان هي بتعتبره راجلها بعد ما راجلها تخلى. صحيح. فهي عندها مشكله اساسيه. استاذه تيسير لو سمحتي، ما فيش حد تخلى عنك خالص، انت معاك الله سبحانه وتعالى وهو معكم اينما كنتم، والله لطيف بعبادي. انت بس لو هديتي وتعاملتي بشيء من الاتزان وتعاملتي بهدوء كل المشاكل دي هتتحل. الرجل اللي هو شايفك بتهري في نفسك ومعرفش على انه غايب، انت حاولي تحافظي على بيتك وهو المسؤول امام الله سبحانه وتعالى. وجزء من معالجته ان انت تسلبي طولك وتمشي باتزان وما تفضليش تحس بالظلم ولا تحس بانك انت مكسورة جناح. استمري وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك. ابنك مش هو راجلك، ابنك هو ابنك وهو بلغ ورشد، فعليك ان انت تتعامل معاه بطريقه تانية خالص غير طريقه التوجيه. سيبيه وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى. انا عارف ان انت عندك حاجتين، عايزاه يبقى راجلك وفي نفس الوقت انت خايفه يتكرر مشكله والده مره تانية. لو سمحتي سيبيه هيتعلم العوم وان شاء الله هو له رب سيحفظه ويرعاه، وتركيه وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ييسر. احنا معانا مين؟ استاذ محمد من بني سويف، اتفضل يا استاذ محمد. الله يخليك يا شيخ، جزاك الله كل خير. جزاكم يا شيخ. انا كنت قاعد انا وزوجتي فشدنا مع بعض، واخويا كان قاعد معايا. اللهم صل على سيدنا محمد. هي نرفزتني وغلطت، فرحت قلت لها روحي انت طالق بالثلاث. طيب انت، احنا طبعا في الغالب انا يعني طريقتي في المساله دي انا ما بحبش اجاوب على مسائل الطلاق على الهواء، بس انا عايز اسالك سؤال. انت حضرتك دلوقتي دي اول مره تتلفظ بشيء له علاقه بالطلاق؟ لا انا يعني كنت بقول لها في وقت غضب. لا لا لا، انا بقول لك انت قبل كده استخدمت الطلاق كتير؟ مش فاكر والله يا شيخ، بس انا يعني ممكن قلت لها بتاع مره او اتنين.
لا ما انت لو مش فاكر، لو مش فاكر لازم تفتكر، لان الطلاق عندنا عامل زي البيت، ما ينفعش ابص في الدور الثالث وانا ما شفتش الدور الاول والثاني. مرتين اه بتاع مرتين او ثلاثه في الغضب. لا بدل مرتين وثلاثه حضرتك هتتفضل مشكورا تتصل ب 107 او تتفضل مشكورا تجي لنا في دار الافتاء المصريه، لان انا المفروض احقق معاك في كل طلقه من الطلقات. بس انا عايز اقول لك حاجه. سيد محمد، هل انت عندك وسواس؟ ايه؟ هل انت عندك وسواس؟ مش عارف والله، يعني انا بيجي لي حاله عصبيه كده يعني بتنرفز على طول. طيب انت لازم تيجي يا سيد محمد عشان نكتب كل الطلاق بتاع حضرتك طلقه طلقه ونبتدي نسجله، عشان لو عندنا وسواس عندنا اي حاجه نبقى احنا بنتعامل بتعامل لطيف، ما يبقاش التعامل ده التعامل السريع اللي ما يتناسبش مع الهوى. معنا ايمان من الجيزه، اتفضل. اتفضلي يا استاذه ايمان. الو. ايوه اهلا وسهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا مبسوطه جدا ان انا بكلم حضراتكم والله. تشرفنا بيك. اهلا وسهلا. بتتكلموا عن موضوع شيق وجميل جدا بصراحه، عن موضوع الارض الغائب ده. اتفضلي. اتفضلي احنا سامعينك. هو انا ما عنديش سؤال، بس انا كنت حابه ان انا يعني اقول رايي. حلقه جميله جدا. شكرا. الله يخليك، ربنا يبارك فيك. تنين لحضرتك، ربنا يبارك فيك. عندنا ظاهره يا دكتور عمرو اسمها سترونج اندبندنت. دي عايز برضه نتكلم عنها النهارده لانها ليها علاقه بال هنتكلم عنها بس بعد الفاصل. بعد الفاصل. بعد طيب. الفاصل نرجع نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم نكمل كلامنا المهم حول الموضوع المهم هو الاب الغائب. رجعنا لكم تاني. انا بس هكمل بس يعني نص دقيقه على السترونج اندبندنت وومن او المراه القويه المستقله دي. دي بتبقى في البنات او الستات، وساعات بيفخروا جدا بيها ان انا معتمد على نفسي، انا مستقله، انا ما بحتاجش اي راجل في حياتي. الحقيقه دي من الناحيه النفسيه احنا بنعتبرها مشكله. ليه؟ البنت دي او المراه دي الحقيقه بتكون اتعرضت لجرح كبير جدا من الاب، اما ان الاب كان متخلي او منسحب او غائب او مهمش او اي حاجه، فما شافتش منه لا رعايه ولا سند ولا دور، بالعكس ممكن تكون شافت منه رفض، شافت منه اهمال، شافت منه تناسي ليها او لاحتياجاتها. فعملت ايه عشان تحمي نفسها في الحياه؟ استقوت واسترجلت وقالت لك انا مش محتاج الراجل في حياتي، وبتعيش بقى حياتها بالشكل ده، وما بترضاش تدخل في مثلا علاقات زواج او اي حاجه، وبتبقى في حاله نديه وتنافسيه مع اي رجل. للاسف الشديد دي بتبقى برضو بتعاني على الرغم من قوتها الظاهره، الا ان بيبقى جواها جرح غياب هذا النموذج الابوي اللي ما شافتش منه حنان ولا رعايه. ناخد احمد من بني سويف. اتفضل يا استاذ احمد. استاذ احمد لسه معانا؟ طب ناخد منا من الفيوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت انا عندي سؤالين بس سريعا كده، بس بعد ما اقفل اقعد مع راي حضرتك. اتفضلي. في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ياتي زمنا على امتي لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا من القران الا رسمه، اهمهم بطونهم ودينهم اموالهم، لا يعبدون الله إلا في رمضان، فإذا فعلوا ذلك قيل: وما السنون يا رسول الله؟ قال: غلاء المؤونة وانتشار الأمراض والأوبئة، فإذا فعلوا ذلك لا يقبط ويقبط الله عنهم المطر فينزلوا في غير أوانه. فهل الحديث ده صحيح؟ والسؤال الثاني، أنا بقوم قبل الفجر مثلا بنص ساعة، فبصلي ركعتين قيام ليل، فهل ده يحتسب قيام ليل ولا سنة قبل الفجر؟ أنا بقوم قبل مثلا الفجر بنص ساعة أو حاجة. طيب. ومعلش السؤال الثالث الأخير وبعد ما أقفل ترد عليا حضرتك. تمام. السؤال الأخير، يعني أنا مثلا أنا دلوقتي الحمد لله حافظ القرآن الكريم وبحفظ شغال يعني محافظ القرآن. فأنا لو عارفة حديث معنى حديث أو حد مش فاهمه فبيقول لي وأنا لو فاهمه بشرحه له. فانا مش عايزه مثلا يبقى في قلبي عشب او رياء او الحته دي، فبيجيني حاجه زي وسواس كده
ان ده عجب او رياء، فانا بدعي ربنا كتير اول ما اتكلم ده يكون خالص لوجه الله تعالى، فعايز حضراتكم تفيدوني. طيب خلينا نقول بس، هو في حد تاني على الخط؟ لا اتفضل حضرتك. طيب خلينا بس نبتدي من انا هاخد الاسئله من الاخر الاول عشان بس يبقى حضرتك مشارك معانا فيها. انا بس عايز اقول لحضرتك ان هذا الوسواس اللي عند حضرتك ملوش دعوه بالاخلاص، يعني اللي عند حضرتك ده فكره الاستدعاء. في فرق كبير جدا 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 من ان انت ياتي عليك المعنى وان انت تستدعيه، ده عندنا في الشرع كده، ان انت بتعمل حاجه فتفاجئ ان انت في عجب، ده خلاص ده صحيح، انت محتاج ان انت تخلص ومحتاج تتقي الله سبحانه وتعالى في ده. لكن ان انت تقول هو انا عندي عجب ولا لا، مش هو دوت المسلك الصحيح اللي عندنا، ده بيبقى شكل وسواسي، لان النفس الاماره بالسوء لا تريدك ان انت تكون مستقيم ولا متزن. فلذلك انا بقول لحضرتك لابد تبطلي الحكايه دي. حكايه ايه؟ هو انا في اللي انا عملته دوت عندي عجب ولا لا؟ انت اخلصي لله سبحانه وتعالى واستقبلي وجه الله، واستقبلي وجه الله سبحانه وتعالى واقصدي بذلك وجه الله، وما تساليش نفسك السؤال ده. الامر الثاني ان انت صلاه الفجر، ان انت بتصلي قبل الفجر بنصف ساعة، هل يحسب لك قيام الليل؟ نعم يحسب لك قيام الليل، وده من أفضل الأوقات، وهو الثلث الأخير من الليل، ويحسب إن شاء الله قيام الليل. أما هذا الحديث فهذا الحديث مختلف في صحته وضعفه، وإن كان معناه ليس فيه، ولكن أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، اوعي تفتكري إن العصر اللي احنا فيه ده هو ده العصر اللي ورد فيه هذا الحديث، لأن من أحد الآفات اللي بتحصل في التدين الكمي هو استدعاء نهاية العالم، واستدعاء نهاية العالم ده يفتح باب للاضطراب النفسي. وأرجو أن حضرتك توضح ده. معنا إيمان من القاهرة. ألو. أيوة أهلا يا إيمان، إزيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت أنا عايز حضرتك تفيدني، هل غياب الأب بيخلي الابن يدمن؟ الابن يعمل إيه؟ يدمن لأن بابا سابهم واتجوز واحدة. يدمن وانا منفصلة عنه، هو ممكن ما يسألش عنهم فترة طويلة، فهل ده سبب ادمان للعالم؟ عمره كم سنة؟ عنده 21. وادمن من سن كم سنة؟ يعني من بعد اعدادي، من اولى سنة. بيتواصل مع ابوه، بيكلمه، بيزوره، يعني في كل فترة طويلة. قد ايه يعني؟ يعني فترات متباعدة قوي؟ يعني ممكن أقول لحضرتك شهرين ثلاثة. كل شهرين ثلاثة. يعني يا دوب بيكلمه بالتليفون ولا بيقعد معاه؟ بيروح يقعد عنده يومين ثلاثة بالتليفون يا دوب كده. علاقة ضعيفة. طب ما فيش ضعيفة، وما بيستقبلوش في بيته وممنوع. طب انت ما كانش جده او خاله او اي حد تاني بيقوم بالدور الابوي ده؟ لا. طيب هنجاوبك ان شاء الله. يعني هنا بنقول الراجل يربيه راجل، وان السلطة الأبوية سلطة مهمة جدا في ضبط السلوك. ليه؟ لأنه حب الأب حب مشروط، وحب الأم حب غير مشروط، ودي يعني حاجة مهمة جدا في الفرق ما بين الحبين. الأم بتحب حب غير مشروط، سواء الابن كويس أو وحش بتحبه. الأب لا، من الحكمة أن يبقى حبه مشروط، يعني لازم يبقى السلوك منضبط وتعمل كذا وتنجح في كذا، وده مهم. ليه؟ والاتنين بيكملوا بعض. بيكملوا بعض بالظبط كده. وساعات يحصل تبادل الادوار، يعني حتى في العلاقه السويه ساعات الام تبقى حبها مشروط في وقت من الاوقات، والاب حبه غير مشروط. يعني حد يقول كده، لا انا ايه رايك بقى ان انا اب وحبي غير مشروط، الام هي اللي حبها. ساعات يحصل تبادل الادوار ده، بس لابد يكون النوعين دول من الحب. ليه بقى؟ دول بيظبطوا السلوك. الولد عايز يعمل حاجه غلط، فيلاقي فيه سلطه في البيت بتوقف هذا الشيء الغلط. فهنا العلاقه بالاب علاقه ضعيفه، الام عايشه برضو في الاسره الصغيره، مفيش اي حد هيقوم بهذا الدور الابوي او يعطي السلطه الابويه. نعم. جرب مخدرات، مفيش حد وقف، جرب تاني، مفيش حد وقف، فكمل وصل لحد الان. وهنا الضياع بقى، يعني ده الضياع، وضياع اشكاله كتير. يعني ابن الأستاذة إيمان دخل في الإدمان، كان محتاج أنه أول ما اكتشف ده
بيتحالف الأب مع الأم حتى لو مطلقين. يعني أنا بشوف حالات كتير بيبقوا مطلقين أول ما الابن حصل له كده بدأ الأب يظهر في الصورة، ودي بنقولها لأي أب حتى لو أنت مطلق، لقيت ابنك أو بنتك تعرضوا لأزمة تحالف مع طليقتك أو مع أهلها أو عن طريق وسيط أو أي حاجة عشان ننقذ هذا الولد. لأنه للأسف الشديد ساعات برضو الولد بيدمن ويبقى فيه نوع من النكاية بإدمانه، يعني يبقى الأب عنده رغبة ان الولد ده يعمل حاجة غلط. ليه؟ عشان يقول لها شفتي شفتي انت عملت ايه، شفتي سوء التربية بتاعك وصلنا لفين، التربية بتاعك عمل ازاي، او هي تقول له شفت عملتك لما انت عملت كذا وكذا وكذا، شوف اهو ابنك اهوت. فساعات بيبقى نوع من الإيلام المتبادل بين الأب والأم، فيستخدم الولد ويستخدم الولد كأداة، يستخدم الولد كأداة للأسف. فهنا لا، بنقول ننتبه، ده ابننا في الآخر، اللي حصل حصل، كل حد راح لحاله، وبعدين نتحالف علشان ننقذ هذا الابن، لأنه للأسف الشديد الأم مش هتعرف تنقذه لوحدها. طب احنا عندنا النرمين أستاذ النرمين من الشرقية، تفضلي أستاذ النرمين. هل لسه معانا الأستاذة نرمين ولا لا؟ ايوه مع حضرتك، اتفضلي يا فندم. هو حضرتك انا جوزي شغال في شركة وبيجي من الشركة يشتغل شغل تاني، فطبعا ما بيقعدش مع الاولاد، فكل ما اشتكي له اقول له عندي الولد عنده 13 سنة، فكل ما اقول له مش يقعد يزعق له شوية وخلاص، اقول له لازم انت تقعد تتكلم معاه يعني اكتر، يعني تفهمه وتصاحبه شويه عشان خاطر الولد في سن صعب، يعني عاد نافر مني انه مش بيسمع كلامي، انه على طول عايز يعمل اي حاجه تضايقني. هو فعلا بيبقى عايز يعمل حاجه تضايقك ولا عايز يعمل حاجه هو بيرتاح فيها؟ تنرفزني. لا ما هو جايز هو بيعمل حاجات، بيجرب حاجات، هو حياته دي دلوقتي هو في السن ده سن مراهقة بيجرب حاجات، هو عايز حد يوجهه ان هو مش صحيح. له اخوات غيره اولاد ولا بنات؟ الولد محتاج ان الاب يعني يبقى معاه شوية انه يوجهه. اخواته اولاد ولا بنات؟ لا هم ولدين بس. ولدين، هو الكبير ولا الصغير؟ لا هو الكبير. عمره كام دلوقتي؟ 13 سنة. 13 سنة تمام. شكرا ليك، هنرد عليك. هو ده السن فعلا الصعب اللي بيبقى عايز راجل، لأن الراجل يربي راجل. فخلاص دلوقتي في السن ده في فترة المراهقة بيبقى فيه حالة من التمرد. لما بيبقى سلطة الأب موجودة وسلطة متوازنة زي ما حضرتك ذكرت، أن تبقى سلطة متوازنة وسلطة رشيدة وعاقلة وبارزة ومؤثرة، الولد بيتظبط من هذه السلطة بلا صراع. إنما لما تبقى هذه السلطة غائبة، وإحنا هنا قدام نوع جديد من الآباء الغائبين اسمه النوع المنهك أو المستنزف، مستنزف أو منهك طبعا. في شغل بيشتغل شغلانتين أو ثلاثة، فيدوب بيجي مجهد، والأم بتعمل إيه؟ تقول له والله ده الولد عمل كذا وكذا وكذا وكذا، فيزعق له بقى الأب المزعقات مفيش حضور اللي بيعمله بس. والزعيق هنا لا يرضع الولد، لانه التربيه محتاجه تتحول الى ظاهره صوتيه. بالظبط كده، عايز الوالديه الراعيه والوالديه الناقده او الضابطه او الموجهه. لما يبقى الاب بس بيزعق عمره ما هيأثر، ولما يبقى الاب بس راعي حنين كده وطيب وعمره ما بيقول لا ولا ده بلاش ولا برضه، ما يبقاش برضه الوالديه مكتمله. فهنا الولد لما بقى 13 سنه عايز الدور الضابط والسلطة الضابطة بتاعت الأب، بس مش الأب الظاهرة الصوتية أو المزعقاتي زي ما هي بتقول. وهي دلوقتي حاسة بعجز شديد، لأنه هي كأم ما عادتش تقدر تكمل الدور بعد هذا السن، دي محتاجة بقى إيه، سلطة ذكورية رجولية أبوية. أنا متصور إن هي ممكن تعمل إجراءين. الإجراء الأولاني إن هي تحاول بقدر الامكان ان هي توفر شيء من الراحه لزوجها في مقابل ان هو يقعد نص ساعه كل يوم مع الولد،
فممكن تبكر في الاكل اول ما قبل ما تيجي تتصل بيا، فاول ما يجي ندي له اكل ويقعد ربع ساعه مع الولد بس، يقعد معاه تقول له انا عايزك تقعد معاه بس. كويس. الحاجه الثانيه اللي انا شايفها تعملها، لو سمحت ما توجهيش كلام رسائل اوامر لابنك خالص، انا عايزك تطرحي عليه اسئله. يعني مثلا على سبيل المثال احنا دلوقتي عايزين نعمل نصلي، فتقول له هو ايه الانسان بيصلي ليه، فتفضلي تطرحي عليه الاسئله. لما تطرحي عليه الاسئله انت بتعوديه على انه يكون رشيد، بتعوديه على انه يبقى بالغ، بتعوديه انه يفكر بطريقه سليمه. فانا رايي ان انت كل ما تأمريه هو شايف ان اللي يأمره هو الرجل اللي زيه، انت ما تأمرهوش. وخاصه لو في بعض الثقافات بيعتبروا ان ايه الست ما تأمرنيش، انا مش موافق طبعا على ده، وانا مش موافق كمان على ان التربيه تكون بالاوامر بس. لكن انا زي ما بقول لحضرتك، انت حضرتك اطرحي عليه الاسئله، ودوت نوع من انواع الرفق بالاولاد، ودوت عمل بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته، او لشيء تركته لما تركته، زي ما كان بيحكي سيدنا انس عن تربيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نوجه رساله برضو للاباء، انه الاب خلي وقت من يومك ضروري للاولاد. يعني ما تقولش بقى خلاص انا بتعب وبشقى علشان اوفر لهم لقمه العيش، لا، هو ده جزء مهم زي لقمة العيش بالظبط. مهما كنت تعبان أو مجهد أو حاجة، خلي فيه وقت ضروري للأولاد. الدكتور عمرو بيقول نص، حتى لو نص ساعة، وتكون النوعية بتاعتها كويسة، وما تبقاش بتاع زعيق بس، بتقعد تتكلم معاه، أنت عملت إيه، أنت رحت فين، أنت جيت منين، تصاحبه. والمصاحبة دي أداة تربوية مهمة جدا، ما فيش تربية بالزعيق، التربية بالمصاحبة. وعشان كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيسميهم أصحابي، ما بيقولش. وكان التربية بالقدوة بتكفي أو تغني عن التربية بالعقاب أو حتى بالثواب. يعني مجرد القدوة، إنك أنت تبقى قدوة وابنك شايفك، بنقولها دي لكل أب دوره غايب، حتى ولو كان غايب لأنه هو مجهد أو متعب في شغله وفي شقاه. يوم الأجازة احرص على انه لو عندك يوم اجازه انك ما تروحش في حته غير انك تبقى اولادك معاك. هتخرج يبقى اولادك معاك، هتقعد في البيت يبقى اولادك معاك. الاب نعمه الرب، ولذلك لابد انه يعرف مهما كان مجهد، مهما كان متعب، هو قادر لسه عنده مدد ربنا سبحانه وتعالى، وهو يتذكر ان الله سبحانه وتعالى في عون العبد، ويتذكر ان الله لطيف بعباده. ولازم يعرف ان البيت مليان فتح ونور وبركه، بس هو يستعين بالله سبحانه وتعالى ويرجع حتى لو عمل القليل ده، سينظر الله اليه ويجعله في قلب اولاده كثير. لابد ان احنا نعرف ان ما فيش حاجه اسمها ان الاب غاب ومش هيرجع، لا، الاب ممكن يغيب ويرجع لما يمسك بحبل الله المتين، فيرجع معتمدا على مدد الله، ومفيش حاجة اسمها خلاص انتهت، لأن النهاية في يد الله، والله لطيف بعباده. نراكم على خير في الأسبوع القادم إن شاء الله.